بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم هذا المولد النبوي الشريف تحية لكم جميعا. تعود المنتدى على تكريم بعض الشخصيات الحقوقية التي عملت وبذلت جهدا في مجال حقوق الإنسان وقدمت الكثير من الوقت والجهد في خدمة حقوق الإنسان. ومع الأسف فإننا في مجتمعنا لا توجد هنالك مؤسسات حاضنة إلى المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن هنا فقد بادر المنتدى منذ العام الماضي لتقديم جائزة العمل الحقوقي، جائزة المنتدى لحقوق الإنسان، تتناسب وتتصادف مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وتكريم أحد الشخصيات التي ساهمت في دعم قضايا حقوق الإنسان ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع. وشخصيتنا لهذا العام هو المحامي الدكتور الأستاذ صادق الجبران، والذي عمل في مجال حقوق الإنسان منذ فترة طويلة. ولعلي لا أبالغ هنا عندما أقول بأنه من أوائل الذين تصدوا للعمل الحقوقي على مستوى الوطن في منتصف الثمانينات الميلادية تقريبا، كان يحمل هذا الهم ويتجول بين أقطار العالم في اللقاء مع المؤسسات الحقوقية المختلفة والحديث عن قضايا حقوق الإنسان، وكتب في هذا المجال الكثير من دراسات وأبحاث، وساهم في دفع ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والبرامج التي كان يعمل من خلالها في تثقيف المجتمع في قضايا حقوق الإنسان. كما أنه أيضا تصدى في تبني العديد من القضايا في المحاكم للدفاع عن أشخاص في يعني كانوا بحاجة إلى الدفاع القانوني كمحامي في هذا المجال. الأستاذ صادق هو صديق وزميل وناشط في هذا المجال كما قلت منذ سنوات طويلة، ولا يزال له عطاءاته المختلفة في مجال حقوق الإنسان، ولا يقصر في أي طلب في هذا المجال، وهو معروف ليس فقط على الصعيد المحلي والوطني وإنما أيضا في الوسط الحقوقي العربي والدولي. لهذا فنحن نتشرف في هذه الأمسية بتكريم الدكتور صادق الجبران تقديرا لجهوده وجهود أمثاله من العاملين في هذا المجال، ونتمنى له إن شاء الله الموفقية والسداد في مواصلة هذا الجهد وهذا العمل، ونشكره على حضوره وعلى تسلمه الجائزة الرمزية. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. بداية أشكر منتدى الثلاثاء على هذه اللفتة التي لا زلت أعتقد أني لا أستحقها، وفي المجتمع من هو أحق بها مني. هناك أساتذة أنا تعلمت كثيرا منهم، لكن ما أود قوله هنا أن
مسألة حقوق الإنسان هي مسألة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، وليست مسألة ترفية، يعني إن قام بها المجتمع يثاب عليها، وإن لم يقم بها فلا بأس، هي واجب من واجبات المجتمع في الدفاع عن نفسه، في تقدمه وتطوره أيضا. وإذا لاحظنا أي مجتمع من المجتمعات المتقدمة، نلحظ أنه يقف خلف هذا المجتمع الاحترام المطلق لحقوق الإنسان، والتصدي من قبل أبناء ذلك المجتمع لرفع منسوب الوعي وللدفاع عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان. ولذلك طالما رأينا أن مفهوم حقوق الإنسان يتطور ويتقدم من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان إلى حقوق أخرى، الآن يتحدثون عن البيئة وهي حق من حقوق الإنسان، يتحدثون عن الإنترنت وتلقي مصادر المعلومات وهو حق من حقوق الإنسان، وهذا ما يدل على تطور تلك المجتمعات التي تنادي بهذا الشيء. للأسف في مجتمعاتنا أصبحنا نبحث عن حق الحياة، أي أن هناك تراجع في مجتمعاتنا العربية في مسألة حقوق الإنسان. كنا نبحث عن حرية الرأي، عن حق تشكيل الأحزاب والتجمعات وما شابه، ثم ترتد الأمور نتيجة للفكر التكفيري والإرهاب، ترتد الأمور في مجتمعات كثيرة إلى أن أصبح الناشطون الفاعلون في مجال حقوق الإنسان يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن حق الحياة. والذي يؤسف له أن حق الحياة هذا كان مصانا إلى حد ما في دول الاستبداد، ثم لما جاء أولئك ليقاوموا ولينهضوا دول الاستبداد تلك، أصبحنا نبحث عن حق الحياة. بحمد الله ولطفه وفضله علي، وهذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، فأنا من نعومة أظفاري كنت من المهتمين بمسألة حقوق الإنسان، إلى أن جاء منتصف الثمانينات في أغسطس 86 ابتدأت التخصص في مجال حقوق الإنسان، ثم رأيت أن تعزيز هذا العمل بحاجة إلى، لا يكفي أن يكون الإنسان يثقف نفسه على الرغم من صعوبة التثقيف في تلك الأيام، لا يكفي أن يسعى الإنسان لتثقيف نفسه في هذا المجال، وإنما هو بحاجة إلى الدورات ليطور نفسه. ثم ذهبت وتوجهت أيضا إلى الدراسة الأكاديمية، وبحمد الله شكلت لي الدراسة الأكاديمية إضافة نوعية في فهم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والمنظمات التي تعمل في هذا الشأن دوليا وإقليميا ومحليا. بحمد الله ولطفه كتبنا في هذا المجال، عملنا المئات من المحاضرات والندوات والدورات التدريبية أيضا في هذا المجال، استفاد منها أعتقد أنه استفاد منها عدة آلاف مباشرة، وآلاف وآلاف بصورة غير مباشرة. بحمد الله ولطفه علينا أيضا أنه كنا ولازلنا ننظر إلى حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، بمفهومها الإنساني، فنحن ندافع عن الإنسان بما هو إنسان يستحق الدفاع عن نفسه. دافعنا عن المختلفين معنا دينيا، ودافعنا عن المختلفين معنا مذهبيا، ودافعنا عن المختلفين معنا حزبيا، ودافعنا عن المختلفين معنا مناطقيا، دون النظر إلى أي فارق أو تمييز يميزنا عليهم، وإنما نظرنا لهم باعتبارهم إنسان يستحق الدفاع عنه، ويجب علينا أن ندافع عنه ونمنحه النصرة في هذا المجال. وأنا أعتقد
أن مشكلة بعض مؤسسات حقوق الإنسان في وطننا العربي هي أنها لم تنظر هذه النظرة الواسعة، ولذلك أخفقت في الدفاع عن الإنسان بما هو إنسان. ولو نظرنا إلى بعض التقارير الحقوقية لبعض المؤسسات المحلية بمعنى في كل دولة من الدول، لا يعني محلية هنا ومن ضمنها أيضا هنا، لوجدنا بأن فهم حقوق الإنسان لديهم الحقيقة هو فهم قاصر وفهم متخلف ومتدني، ولذلك يشوب عملهم الكثير من القصور في هذا العمل وفي هذا الإنجاز. لا أريد أن أطيل، مسألة حقوق الإنسان هي قضية جوهرية في حياتنا. أنا بحمد الله وبفضله وبدعم من الأخوة الأساتذة يعني تلقيت العديد من الدورات. آخر دورة أعتقد أني تلقيتها وأنا كان لدي الدكتوراه في الحقوق، كانت عن دورة الامتياز في حقوق الأقليات التي نظمتها الأمم المتحدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفترتها فترة طويلة جدا تقارب الشهر، و كانت شكلت لي إضافة حقيقة لفهم منظومة حقوق الإنسان الداخلية في الأمم المتحدة. لذلك أقول أنه هذا الأمر بحاجة أن نتابعه ونطوره وما شابه. بحمد الله أيضا علينا أنه نحن بعد أن امتهنا مسألة المحاماة، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن ندافع عن من نعتقد أنهم يستحقون الدفاع، لأنه نراهم بأنهم سجناء متعلقين بحرية الرأي والتعبير، أو حتى لو كانوا أي نوع من السجناء، المهم في دائرة العمل السياسي وما شابه، وهذا حق لهم أن ندافع عنهم. حتى لو أنه يعني هناك جرائم سياسية ارتكبت، من حق أي إنسان متهم أن ينال فرصته من الدفاع التام وأن يتطوع له. أساسا إذا لم يتطوع له أحد للدفاع عنه، إذا كان غير قادر على توكيل المحامي، يجب على الدولة أن تمنحه المعونة القضائية في هذا الشأن. بحمد الله وفقنا، ووفقنا في الدفاع عن تلك الشريحة العريضة جدا بكافة أنواعها وأطيافها، احتراما لحقهم واحتراما لما آمن به من مبادئ وقيم تربينا عليها منذ نعومة أظفارنا. أنا الله سبحانه وتعالى أكرمني بأنه من نعومة أظفاري اهتممت بهذا الموضوع، وهذا لطف من الله عز وجل علي، جاء بعد تجربة معاناة سنتين ونصف قضيتها معانيا، وخلقت فيني هذه الحالة. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقى وجهه الكريم وأنا أدافع عن حقوق الإنسان وفي حقل الدفاع عن حقوق الإنسان. أنا أعتقد من لطف الله عز وجل علي أن أموت وأنا أدافع عن هذا الحق، عن حقنا جميعا، عن حق أولئك الضعفاء، بأي طريقة كانت من الدفاع، بكتابة مذكرة، بوقوف أمام محكمة، بتصريح، بأي عمل من الأعمال، بمشوار في طريق ما، المهم إلى هذا العمل. أعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيكون ختم لي بخير إذا ختم لي بهذه السعادة. شكرا منتدى الثلاثاء، شكرا للأخوة الأعزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجتمعنا مجتمعا غنيا وزاخرا بالطاقات الحقوقية التي ترفع من شأن هذا المجتمع، مجتمعنا يستحق هذا وأكثر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.